في موقع اسمه ريموف باك جراوند، كل عليك ان انت ترفع صورة هو يحذف الخلفية الموجودة، تمام؟ يعني تقول له ابلود وبعد كده تختار الصورة اللي انت عايزها ايا كانت الخلفية اللي موجودة، هو بيبدأ يحذفها. ولكن مثلا الصورة ديت اهوت، بيبدأ يرفع الصورة ويحذف اي حاجة موجودة في الخلفية وخلي بس الاشخاص الموجودين. لاحظ ان هو اخفى البناية بشكل قوي ومحذفش حاجة تانية من الاشخاص. فموقع لما جربته لقيته كويس.